السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتي. اليوم كنا مشينا، بما أنهم فتحوا الحدود فهكذا مشينا بعد الهولندا. إيوا هذيك هي، بعد مشينا بعد شرينا الحوايج اللي نحتاجو للدار وتسرينا بعد شوية في الطريق. كنا هذي شحال ما مشينا من تما، كنا هذي شحال ما فتنا. ومن بعد في الاخير غادي نقدم لكم واحد الوصفه نتاع جلبان باللحم. وينو قال لي يعرفها، نعرفو تعرفوها، ولكن بعض المرات ولو لان نشوفوا الحاجه نتفكروا هذيك الحاجه نشهوها ناكلوها. كان جو رائع جميل، ولكن بعد تبدل صافي دار بعد الشتاء. اذا هذه هولندا. تقدروا تشاركوا في خانه ديال هنا في يوتيوب وحتى في الانستغرام سوا 8866. اذا بغيتوا اي سؤال تقدروا تقولوه لي. اذا بما ان فتحوا الحدود فمشينا بعدا شرينا الحوايج نتاع الدار تما، يعني واحد الجوله بعدا. كان هذه شحال ما مشينا، واحد من الحجر الصحي هذه يمكن 3 شهور هكذاك، قبل 3 شهور ولا 4 بزاف. ايوا الواحد كيكون متوالف كيخرج كل مره هكذاك، كل شهر ولا كل اسبوع، ولكن من بعد كل اسبوع اسبوعين هكذا كنا كنمشيو لهولندا. ولكن هذه المره راه صافي سدوا هذا سدوا الحدود، ولكن درك فتحوها البارح، فتحوها البارح. اذا فهكذا قال لي راجلي يلا نمشيو نخرجوا شويه بعدا. كان مفصل الشتاء، كان كله يابس، ولكن ما شاء الله كل شيء راه ولا خضر هكذا، سبحان الله يحيي الارض بعد موتها. كل شيء خضر، الاشجار هذه كلها هولندا. قريبة لينا، ماشي بزاف ماشي بعيدة. هذه ماستريكت.
اذا فمشينا لالدي شرينا تما حاجات البيت. اذا فرجعنا دخلنا لبلجيك باش نمشيو للدار. هذه هي بلجيك.
اذا فتوقفنا باش نشريو لي فريز، وشرينا البطاطيس كيكونوا هكذا محلات، يعني غير تحطي الفلوس وتاخذي اللي بغيتي وناخذ اللي بغينا، مثلا فريز وحتى حب الملوك، ولكن حنا خدينا لهذا الفريز. اذا حتى البطاطيس في جهه واحده اخرى بعد قدامها، اللي بغى ياخذ يحط الثمن وياخذ البطاطيس، وعاود هنا يحط الثمن وياخذ هذا الفريز، كان 2.50 يمكن هكذاك. كنت شاركت معكم واحد فيديو اخر كيف كنديروا نشريو البطاطس مثلا من هنا حتى لي سوبر مارشي، ولكن مثلا الا بغينا هكذا شي حاجه نتاع الفلاحه فهكذا نمشيو نشريوها من الحي. هذا اللي شريناه من تما، اذا فرجعنا للدار. ودرت الاكل الغداء، اذا هذا هو اللي شرى راجلي السوشي، بعد تغدى به بلا ما كلاه بلا ما ياكل بلا ما يطيب الغداء. وانا طيبت الغداء، درت اللحم بهذا بالجلبان، الاول درت النار في الكانون، اذا فقليت اللحم في الزيت، زيت الزيتون شويه الاخرى، ومن بعد درت لي طماطم، البصل الاول مع الطماطم والعطور توابل، ومن بعد خليته يطيب. هذاك درته على النار، هذا كنت قليته الاول ومن بعد درته على النار، وهذا درته حتى طاب مزيان اللحم. اذا فنديروا ليه الجلبان كنا بعد جمعناه كنا لقطناه، بعد ندير له الماء خليه يطيب مزيان، وملي يطيب صافي ندير له داك الجلبان حتى يطيب اللحم مزيان. كان تغير الجو ودخلته للدار، كان تغير الجو، كان المطر بزاف. ايوا قلت يلاه بعد حتى نخليه حتى هذاك، من بعد صافي مشات المطر ودرتو عاود رجعتو فوق الكانون. حتى مي اذا هنايا فحتى طاب اللحم مزيان،
عاد باش درت هذاك الجلبان والبطاطيش، مثلا انا يعجبني غير الجلبان بوحدو مع اللحم، ولكن الاطفال ولا بد نديروا لهم البطاطيش. وهكذا كيكون ما شاء الله زوين لذيذ بجلبان الطريه تبارك الله، وكل شيء زوين ما شاء الله. شكرا للمشاهده، سلام.